انضم إلينا الآن من الجزائر الصحفي علي بوخلاف، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. بداية، ما الذي يدعو الجزائر إلى طرح خارطة طريق جديدة أو اقتراح خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية في مالي؟ ألا تسير الأمور على ما يرام هناك وفق النظرة الجزائرية؟ طبعا قبل الجواب مباشرة على سؤالكم، يجب أن نذكر فقط بأن الاتفاق الذي يتم الكلام عنه مختلف نوعا ما على الأزمة التي تعيشها مالي حاليا، أي أزمة المولودة بعد الانقلاب العسكري في أغسطس الماضي. ففي 2015 أمضت أطراف كانت متناحرة خاصة في الشمال الماضي، وهي مجموعة متشددة ومجموعة عرقية ومجموعة أخرى، مع هناك فيها معارك مع الجيش الماضي، أمضت اتفاق في الجزائر العاصمة يتسم خاصة بالبدء في عمليات إنمائية خاصة في الشمال، ثم دخول بعض أعضاء هذه المجموعات في الحكومات المالية المتتالية، لكن لحد الآن هذا لم يحدث، وهو صلب سؤالكم، لأن لحد الآن هذا الاتفاق لم يترجم في الواقع في السنوات الأخيرة، وخاصة وأن الرئيس السابق الذي عزل في أغسطس الماضي لم يتمكن من لم شمل الماضيين، واستمر الوضع على ما كان عليه سابقا، وهو أن السكان الجنوب هم الذين يتحكمون في السلطة في مالي، وبالتالي هناك مساعي جزائرية وأممية أخرى مع خاصة فرنسا وبلدان غرب إفريقيا لم شمل هذه المجموعات، وللاتفاق مجددا حول نفس الأرضية أو تطبيق أرضية الجزائر، لكن هذا لم يحدث. والأزمة ازدادت في الآونة الأخيرة مع الأزمة الأخرى التي نتجت عن الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي في أغسطس الماضي، وبالتالي تحاول الجزائر بعث هذا المسعى بانخراط السلطة المالية الحالية والمجموعات الأخرى التي ربما ستكون شريكة في الحكومة المالية المقبلة. وهذا بدأ يتجسد في أرض الواقع، لأن هناك على الأقل إذ لم تخني ذاكرة ثلاثة وزراء كانوا ينتمون إلى المجموعات التي أمضت على اتفاق الجزائر، وهناك حتى اتفاقيات مع المجموعات المتشددة نددتها بعض البلدان الأخرى، لكن كانت ربما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اتفاق وطني في مالي سيدفع ربما إلى انسجام أكثر أو إلى ركود سياسي يسمح لمالي للذهاب للأمام، لأن كما تعرفون البلد زيادة إلى المشاكل السياسية يعيش مشاكل اقتصادية وتنموية، وهو من أكبر البلدان فقرا في العالم. طيب، هنا أستاذ بوخلاف، ما هي مصلحة الجزائر في الدخول على هذا الخط بقوة في مالي، سواء يعني منذ سنوات عدة كما نذكر، وبعد حتى الانقلاب كان وزير الخارجية الجزائري تقريبا بين أول الدبلوماسيين أو الوزراء الذين زاروا باماكو؟ لا يخفى عليكم بأن مالي هي جارة الجزائر، وهي امتداد أرضي للجزائر، زيادة إلى وجود قبائل تشترك فيها الدولتين، زيادة إلى التبادلات التجارية رغم أنها تقليدية وقديمة، لكن هناك تبادل تجاري معروف في هذه المنطقة، زيادة إلى انتشار كثيف للمجموعات المتشددة وبعضها إرهابية وبعضها ربما فقط لنهب الأموال ولسرقة التجار الذين يعبرون هذه المسالك لغرب إفريقيا أو إلى الساحل، وبالتالي الجزائر ربما ستكون لها فائدة كبيرة إذا استقرت مالي، لأن هناك استقرار على حدودها الجنوبية، وهناك أيضا سيساعد على تنمية المناطق الحدودية التي حقيقة تشارك فيها الجزائر في السنوات الماضية، زيادة إلى أن هناك ربما هذه الاضطرابات ستسمح لبعض المجموعات الإرهابية التي تهرب خاصة من ليبيا ومن أفريقيا جنوب الصحراء إلى الهروب إلى هذه المنطقة تلقى فيها ملاذا
يزعج الجزائر ويزعج البلدان. طيب أستاذ علي، كما ذكرت يعني هناك فرنسا أيضا مهتمة بالوضع في مالي وبالدول في غرب الصحراء هنا وفي غرب أفريقيا، أيضا دول أفريقية، لكن دخل على الخط دولة أخرى بعيدة هي تركيا. يعني وزير خارجية تركيا أيضا زار مالي بعد الجزائر وتحدث في الجزائر عن مالي. هل الجزائر تمانع في وجود وساطة أخرى يعني بعيدة مثل تركيا هنا؟ هل في أي مشكلة لدى رابط بين تركيا واستخدامها للجماعات المتطرفة ودخولها على هذا الخط في أفريقيا؟ أظن أن معروف هو أن هناك مبدأ عند كل القوى الإقليمية بأنها لا تسمح لقوى أخرى أن تدخل في ما يسمى بمحيطها الإقليمي المباشر، وبالتالي الجزائر سمحت بصفة مرغمة بطريقة غير مباشرة بالدخول في فرنسا، ولا تريد أن تسمح لدول أخرى للدخول في هذه المنطقة، وخاصة وأنكم تعرفون بأن تركيا دخلت بقوة في ليبيا وتريد أن يكون لها دور كبير في هذه البلدان، وتريد أن يكون لها دور كبير في كل القارة الإفريقية، وتنافس منها فرنسا والصين على الاستثمارات في هذه المنطقة، وحتى ليكون عندها دور سياسي وعسكري في المنطقة، وهذا ما لا تريده الجزائر، وبالتالي تريد أن تستبق الأمر وتكون هي ربما في الصف الأول قبل أن تدخل القوى الأخرى كما جرى في ليبيا أو في البلدان الأخرى. ولحد الآن نجحت إلى حد ما لأنها كان لديها الدور الكبير في تهدئة الأوضاع خاصة بعد الانقلاب العسكري، وربما هذا سيسمح للجزائر أن تتحكم أكثر في الوضع في هذه المنطقة، وربما إبعاد ولو بطريقة غير مباشرة النفوذ التركي الذي بدأ يتوسع في هذه المنطقة. واضح. شكرا جزيلا لضيفنا من الجزائر الصحفي علي بوخلاف.